السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هالة من قناة هالة حياتي. النهاردة هنعمله مع بعض طريقة الكرواسون بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير بسيطة جدا، مفيهاش اي تكلفة، هتطلع معانا الطريقة ناجحة ان شاء الله ومضمونة. بصوا من جوه عامل ازاي، شايفين الطبقات اللي جوه عامل ازاي، الرقات بتاعتنا. خليكم معايا بقى عشان تعرفوا الطريقة بتاعتنا والمقادير. ما تنسونيش بقى لأول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويدوس على الجرس الكل عشان يوصله أي جديد. خليكم معايا بقى ونقولوا المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا خل، ومعايا هاخد معلقة صغيرة خل وفانيليا، ومعايا كوباية لربع زيت، ومعايا كوباية ونص مية، ومعايا معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين سكر، ومعايا كيس خميرة فورية. دي المقادير اللي معايا زي ما انا قلت اهو، نص معلقة صغيرة من الخل وكوباية الا ربع زيت وكوباية ونص مية وفانيليا وكيس خميرة فورية ومعلقة ملح ومعلقتين سكر. دي معايا هيكون على قد ما العجينة بتاعتي هتحتاج. هضيف بقى الملح والسكر واحط المية. هضيف الكوباية ونص مية وهحط الزيت. خليكم معايا بس كده، نعرفوها واحدة واحدة. الطريقة سهلة وبسيطة، بس ايه، عايزة يعني تتبع الخطوات بالظبط. هضيف بقى ايه، باكو بتاع الخميرة الفورية، وهحط بقى ايه الفانيليا بتاعتي. يعني هيكون على حسب، هتحطي اما لو عندك باكو فانيليا اللي هو البودرة هتحطي باكو، عندك السايبة هتحطي حوالي كده يعني نص معلقة صغيرة، وطبعا زي ما قلنا نص معلقة خل. هقلب بقى كل المكونات ديت حلو كده. سكر والملح والخل والفانيليا والمية وزيت وباكل خميرة. هكون بقى جاهزة بالدي بتاعي. دي بتاعي دي متعدد الأغراض، يعني مش دي حلويات ولا أي حاجة، عادي. هضيف الدي على قد ما حت يعني لحد ما ايه العجينة بتاعتي كده تتشكل مع نفسها وتتلم وتبقى حلوة معايا من غير معيار. يعني الدي بتاعي مش هيكون بمعيار، بس هضيف طبعا حبة حبة، مش هحط كله مرة واحدة. هدي العجينة بتاعتي كده ايه ما كلها تبقى حلوة معايا ومش محتاجة دقيق. طبعا انا بضيف بالجزء، يعني مش بحط الدقيق كله، لحد ما اشوف كده على العجينة بتاعتي عايزة قد ايه دقيق. ابتدي بقى ايه اقلبه كده وعجنها بعد كده بقى بايديا حلو كده لحد العجينة بتاعتي كده ما تتشكل وتبقى ايه مش محتاجة معايا اي دقيق. انا عايزاها كده تبقى طرية معايا وتكون ملمومة كلها. بصوا كده شايفين شكلها عامل ازاي، شايفين ازاي الطبق مفهوش خلاص كده، العجينة بتاعتي كلها اتظبطت اهي وبقت طرية معايا وملمومة كلها. هبتدي بقى ايه اعملها كور كده زي ما انتوا شايفين،
هتبقى كلها ان شاء الله مقاس واحد، يعني مش هنزوده في الكور في اي مقاس، المقاس يبقى كله واحد. هقطعها كده واحدة واحدة على قد ما ايه احس ان المقاس كله يبقى واحد. خلص بس العجينة كلها نفس الطريقة كده اهو، زي ما انتم شايفين عملت معايا قد ايه. هبتدي بقى ايه اغطيها كده واركنها لمدة كده 10 دقايق بالظبط ترتاح بس العجينة بتاعتي، انا لسه مش هخمرها دلوقتي، انا هشتغل فيها وبعد كده ايه في الاخر بقى ان شاء الله هنشوفها هنخمروها امتى. لمدة 10 دقايق بس، مجرد ان العجينة بتاعتي ترتاح عشان اعرف اشكلها زي ما انا عايزة كده. بعد 10 دقايق بالظبط هبتدي بقى ايه اشتغل فيها. هرش على المكان اللي هشتغل فيه بس كده شوية دقيق وابتدي بقى ايه اخد واحدة واحدة وافردها. زي ما انتوا شايفين كده افردها واحدة كلها على نفس الحجم، يعني احاول كله يبقى حجم كده رقيق ان شاء الله يعني، وتبقى كلها نفس الحجم. شايفين السمك بتاعها كده رفع ازاي؟ هيكون بقى جاهزة ان شاء الله بصينية كده عشان احطها في قلبيها اهو كده، هفردها في الصينية دي. هساوي بس الاطراف كده ومخليهاش كلها مكعبلة، يعني لازم تتساوى كلها. هكون جاهزة بقى معايا بإيه؟ هجيب زبدة معايا سيحها كده يا دوب ادفيها بس اهو كده، دي زبدة معايا، وابتدي بس ادهن بيها ايه الوش بتاع العجينة بتاعتي. احط على الطبقة كلها كده، هفرد عليها الزبدة. طبعا هكمل كل بقى الطبقات اللي معايا، مش هحطها كلها، انا هقسمهم، يعني انا هقسمهم 5 طبقات كل واحدة كده، هاخد 5 طبقات في كل صينية، يعني انا هعمل صينية تانية لسه، فهي دي الصينية الاولانية، هعمل العجينة دي يعني على 5 طبقات بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. كل طبقة احط ما بينها هحط عليها زبدة، هدهنها كلها بالزبدة، وهحاول افرد بردك بنفس السمك كده. كلها تبقى نفس السمك. انا برش بس كده على الوش دي عشان بس ايه ابتدت تلزق معايا، عشان اسهل الحكايه عليا وما تفضلش تلزق معايا. لا كده شويه الجيلي بنرشهم على الوش دول بيسهلوا الحكايه معايا.
نعرفه نفرضوها كده براحتنا، ما تفضلش تضايقنا واحنا بنفرضوها. طريقة سهلة وبسيطة، بس هي محتاجة بس شوية شغل كده فيها. بس في الاخر هي اهم حاجة النتيجة بتاعتنا تبقى ايه، مضمونة. بصوا كده انا فردتها ازاي، هحطها بقى ايه على ال هعطين بس الوش زي ما انا قلت قبل كده الزبدة، وبعدين احط الطبقة بتاعتي. ما بين كل واحدة والتانية لازم كده تفردي عليها الزبدة بتاعتها. طبعا ليه بنعملوها طبقات كده؟ عشان زي ما انتوا شفتوا في الاول معايا كده تبقى مورقة كده وطبقات فوق بعضها، بس انا هنا هكتفي بخمس طبقات فوق بعض بس. افرد بقى هي عليها، احاول اسويها على قد اي بقى على قد بعض كده. ما بين كل طبقة والتانية لازم كده تدهن طبقة. بصوا كده انا فردت ديت، هحطها بقى على الوش عشان ما اطولش عليكم. دي بقى اعمل فيها ايه بعد كده؟ الصينية دي معايا لسه بقى الباقي هناك اهو، دول ديت هحطها لمدة كده ايه 10 دقايق في التلاجة، لحد بس الزبدة بتاعتي كده ما تجمد فيها، وارجع ايه بعد كده نشوف هنعمله فيها ايه. بصوا هنا ديت انا عملت بقى الجزء الباقي اللي معايا اهو، بكمله لسه اهو في صينية تانية. انا حطيت الصينية الاولانية في التلاجة، هسيبها كده معايا لحد الزبدة بتاعتها ما تجمد، يعني هي كلها ربع ساعة بالكتير قوي، واطلعها واكمل بقى الصينية دي بنفس الطريقة كده طبقات فوق بعض، واحطها بعد كده في التلاجة. ادي اول بقى صينية هطلعها اهو اشتغل بقى فيها الحشوة بقى اللي انت عايزاها. يعني هنا ممكن تعملي كرواسون بالجبنة، ممكن تعمليه بالشوكولاتة زي ما انت عايزة بقى، جبنة الرومي كده وتحطي فيها لو عايزة، او بالشوكولاتة. هنشوف بقى الطريقة ازاي نعملوها كده. بعد ما طلعتها من التلاجة سبتها لمدة ربع ساعة، وابتدي بقى ايه هفردها. انا بحاول بس اسويها الاول كده عشان افردها تبقى معايا ايه مظبوط. هاخدها بقى من النص كده وابتدي اطلع لبره واحده واحده كده زي ما انتم شايفين، واسويها كلها كده بتبقى كلها نفس السمك. هاخد من جوه كده واطلع على بره. افردها كده كلها واظبط كده السمك بتاعها عشان متبقاش واحدة تخينة او جزء تخين وجزء رفيع، لا كله يبقى سوا واحد.
بصوا كده انا فردتها حلو اهو، وخليتها كلها نفس السمكة. بالقطاعة بقى هبتدي اقطعها كلها كده بنفس المعيار، يعني احاول على قد ما اقدر تبقى كلها نفس الحجم. هعملها كده زي حرف الزائد بالظبط اهو، وابتدي اقسمها بعد كده. هاجي كده على الحرف بقى بتاعها من تحت خالص كده، هاخدها كده ايه شرطة صغيرة خالص اهو كده، هقطعها حتة صغيرة من تحت عشان لما ابتدي الفها بقى ايه تتظبط معايا. حط بقى الشوكولاتة، هحط هنا شوكولاتة هوسع بس مكان كده عشان اعرف الف معايا ايه الكرواسون كده ويطلع مظبوط. هو هاجي من الحته اللي تحت اللي انا عملتها زي السبعه كده، افردها سنه وابتدي الف ايه لبره كده اهو، وابتدي بس اشدها من قدام وانا بلفها، اسحبها كده من قدام شويه واحاول ارفعها حبه من قدام واشد ايه والف بالشكل ده اهو كده. ونعمله واحدة تانية برضك نشوفه كده هتطلع شكلها ايه معانا بنفس الطريقة. على حسب بقى الحجم اللي انت عايزة تعمليه، عايزة تعملي ميني، عايزة تعمليها كبير، على قد ما انت عايزة هتعملي الرسمة الشكل، على قد ما هتقطعي هتطلع معاكي طبعا ايه حجم الكرواسون. نفس الطريقة ايه ابتدي كده مطها من قدام شوية كده واروح لف. طريقة سهلة وبسيطة، عامل طبعا الكمية كلها على نفس الشكل كده. طبعا معايا هنا كده الحاجة اللي هتحطي فيها، اذا كانت صينية اذا كان صاج، انا حاطة ورق زبدة كده وهبتدي ايه هرصص بقى فيه الكرواسون بتاعي. بس وانا برصص هبقى مراعيه كده ان كل واحده والتانيه يبقى في مسافه صغيره، عشان احنا طبعا لسه هتخمر معانا ولسه هتتحط في الفرن. نفس الطريقه برضك اهو كده بعملها من تحت السبعه، وابتدي الف بقى ايه العجينه بتاعتي. اهم حاجه طبعا بتسحبيها لقدام عشان بس تعمل معاكي كده الحرف اللي تتلف بيه ويطلع معانا كده الشكل اللي احنا بنشوفه اهو. بصوا كده اهو الشكل بتاعها اهو زي ما احنا شايفين، هرصصهم بقى وابتدي اعمل بعد كده ايه اللي انا كنت هحطها اللي هي الصينية التانية في التلاجة، اعملها بنفس الطريقة. طبعا انا فردتها وعملتها زي ما عملت التانية بالظبط، وابتدي بردك اقطعها بنفس الطريقة واحاول اسويها كده زي ما سويت التانية. نفس الطريقة احط شوكولاتة احشيها زي ما انا عايزة احشيها.
رصاصة بقى في الصينية بتاعتها كده او في الصاج، وهسيبها لمدة الكمية اللي انا عملتها ديت، هسيبها كده بقى لحد ما تخمر بقى، تقعد معايا يعني ساعة ساعة ونص كده لحد ما تخمر. بعد كده هعمل فيها ايه؟ انا معايا هنا بقى معلقتين لبن، وحط عليهم نص معلقة صغيرة قهوة، ببتدي ادهن بيها بس بقى ايه الوش كده بتاعي، عشان لما يتحمر كده يطلع معايا اللون الحلو بتاع الكرواسون. طبعا انا شغلت الفرن بتاعتي كده على 200، طبعا هدهنها كلها بنفس الشكل كده، يا دوب كده بتدي منظر اللون اللي احنا بنحبوه كده للكرواسون، اللي بيبقى اللون بتاعه محمر. بالشكل ده كده انا دهنت كله اهو. طبعا انا حاطه كميه قهوه بسيطه، يعني مش هكتر قهوه عشان ما تغمقش معايا، يا دوب هي معلقتين اللبن عليها نص معلقه صغيره قهوه. بصوا كده بعد ما طلعت من الفرن معايا شكلها عامل ازاي. عملناها بقى بطريقة سهلة وبسيطة اهو. كمية معانا كبيرة اهي، طبقات بقى من جوه زي ما شوفنا كده. بصوا شكل اللي من جوه مورقة ازاي معايا. طبعا احنا عملنا كذا طبقة على بعض، هي اللي عملت معانا كده، هي طبعا هشة وجميلة جدا.